بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الثالث يا شباب هيتكلم عن الهيب سورت والهيبي فاي او الماكس هيبي فاي. الفكره باختصار ان هو مدينا جيفن ذا فولوينج اري، الاري دي فيها مجموعه من الكاركتر الغير مرتبه وبيقول لي انسر ذا فولوينج. اول فقره درو ذا هيب برزنتيشن اوف ذا اري. الفقره باختصار او الهيب بيترسم ازاي؟ بنحط اول نود هي الروت، يبقى ناخد الجي نحطها فوق زي ما انت شايف كده، وبعدين نبدأ ناخد النودز اللي جاية بالترتيب او الحروف بالترتيب من اليسار لليمين. يعني لازم يكون كل نود لها ليفت ورايت، وبعدين اروح لليسار اخد ليفت ورايت، وبعدين اروح لدي اخد ليفت ورايت. فبرسم النود دي بالترتيب بالشكل ده كده افقي، ده الصف ده، بعدين الصف ده، بعدين الصف ده، بعدين الصف ده، لحد ما القيم تخلص. فبالتالي ال تيجي هنا، بعدين الدي في الرايت. هو كل نود لها في الباينري تري او الهيب برزنتيشن عباره عن باينري تري، يعني روت ولها ليفت نود ورايت نود، وكمان التشايلد دي لها ليفت روت ورايت نود، وبعدين دي كمان لها ليفت ورايت، وبنبدا بالليفت الاول وبعدين الرايت، فبنملأ القيم بالترتيب. يبقى ال وبعدين دي، بعدين اي واس، فالاي اس، وبعدين بي اف، فالبي اف تيجي هنا، بعدين اتش كي، HK child اللي تحت دي، وبعدين OT، وبعدين EC. انا خدتهم بالترتيب، يبقى احنا كده مثلنا الهيب مجرد تمثيل للاري على شكل باينري تري. باينري تري، طيب انت ايه اللي تقدر تعمله؟ هترسمها انت تاني؟ انا رسمها بالرسام، ارسمها باي اداة، المهم ان انت تطلع الرسم باي شكل من الاشكال شكلها بالشكل ده كده. Find pre-order. احنا عندنا الترافيرسال او المرور على العناصر له طريقتين. بري اوردر يعني بيكون روت ليفت رايت، يعني بنبدا من الروت ونقول الليفت وبعدين الرايت، وكنا في طريقه شرحناها في المحاضرات هقول لك عليها دلوقتي، والاجابه هنا برضو ما فيهاش اي تعديل لان هي اجابه محدده. فببدا بالجي الروت وبعدين الليفت. طيب انا عايز اخد الرايت، ما اقدرش اخد الرايت ليه؟ لان لازم اخلص الليفت ده. فبالتالي هقول جي وبعد او جي وبعدين ال، وبعدين اخد الليفت بتاعها فيبقى اي، وبعدين اخد الليفت بتاعها يبقى الاتش. لما اخلص الاتش ابدا اخد الرايت لاخر نود يبقى كي، وبعدين ارجع للي قبلها. فلما اخلص، انا خلصت دول، اروح لدي الاقي نفسي خلصت الليفت، فاضل لي الرايت يبقى الاس. طب الاس اعمل ايه؟ اخد الليفت الاول يبقى الاو، بعدين التي. طيب خلصت ارجع مره تانية، خلصت ارجع مره تانية، خلصت ارجع مره تانية، يبقى انا خلصت كل الليفت، كل الليفت بتاع الروت الجي، اروح للرايت يبقى دي. فهتلاقي كل الترتيب اللي انا بقول لك عليه ده كده مظبوط، دي بعدين ليفت الاول بي، بعدين ليفت الاول اي، بعدين خلصت ارجع مره تانية اخد الاس السي، بعدين ارجع اخد مره تانية الاف. فده اسمه بري اوردر او طريقه الروت ليفت رايت. والاجابه ما ينفعش حد يعدل اي حرف، اي حرف تعديل هيطلع الاجابه غلط. يبقى لازم الاجابه ان شاء الله الاجابه كده سليمه 100%، مش محتاجه منك اي تعديل، انت محتاج ترسم بس الرسم الاول. امبلمنت ماكس هيبي فاي. في خطوات لتنفيذ الماكس هيبي فاي، يعني هو طالب تطبيق الماكس هيبي فاي اند شو لاست برزنتيشن، يعني نفذ انت الهيبي فاي واعرض لنا اخر تمثيل. يعني هو عايز دي الرسم اللي في الاخر ده. طب الرسم ده طلع من الرسم الاول ازاي؟ انا عملت له او عملت لك اكزامبل، هل انت لازم تحط الاكزامبل ده؟ لا مش ضروري، ممكن تحط ده مباشره وما لهوش درجه كبيره، فاعتقد ان الرسم النهائي كافي. هشرح لك الطريقه، اللي عايز يرسم واحده خطوه اضافيه، اللي مش عايز يرسم كل واحد حر، بس على الاقل مش هينفع تحط انت نفس الاثنين دول بالظبط كده، دي النتيجه النهائيه لازم انت ترسمها مره ثانيه. تعالى نفهم ازاي اتعملت الماكس هيبي فاي. بنبدا من مين؟ من التري. الفكره باختصار في الماكس هيبي فاي عشان ما نضيعش وقت، ان انت بتروح تعمل تعد عدد النود 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، تقسم على 2، 13 على 2 يبقى 6. دي خطوات تنفيذ الماكس هيبي فاي. في اليونت بتاع يونت 6 تقريبا كان بيتكلم عن الهيب سورت، 13 على 2 يطلع 6 فاصلة كذا، واحنا بنقسم في الرياضيات الانتجر او في البروجرامنج الانتجر عشان احنا بنتكلم بلغة البايثون او عموما بالالجوريزم. ف 13 على 2 6.5، يعني 6، لان لازم الناتج يكون انتجر. فبالتالي هنبقى نقف عند النود رقم 6. ازاي اعد النود؟ 1 2 3 4 5 6. يبقى انا هبدأ من عند البي. اعمل ايه عند البي؟
القاعدة بتاعت الماكس هي بي فاي بتقول لك روح للروت للمنتصف اللي احنا رحنا له ده، ده يعتبر منتصف الروت بالنسبة لنا، منتصف عدد النودز بالنسبة لنا السنتر. طيب عند البي دايما الماكس هي بي فاي بيقول ان الروت جريتر ذان التشايلد، لازم الروت يكون جريتر ذان التشايلد. طب لو الروت مش اكبر من التشايلد نعمل سوابنج بينهم. يعني ايه؟ يعني البي لازم يكون اكبر من الاي والسي. طب البي اكبر في الالفابيتك؟ لا، البي رقم 2 تاني حرف، مين الاكبر؟ تقول لنفسك اي بي سي دي اي، يبقى اكبر حرف في الثلاثه اللي احنا فيهم دلوقتي حرف الاي، فيحصل سواب، حرف الاي يطلع مكان حرف البي وينزل مكانه حرف البي. بس كده، بس كده اديتك اكزامبل عليها، قلت لك هنستارت من عند البي اللي انا شرحته دلوقتي، وهنعمل سواب بين البي والاي. ليه ما عملناش مع سي؟ عشان الاي هو اكبر تشايلد بين الاثنين تشايلد دول. لو كان ده حرف كبير مثلا زي الاكس خلاص مش هيحصل سواب. طيب سواء عملنا سواب او ما عملناش سواب نعمل ايه؟ ديكريمنت باي 1. يعني احنا كنا عند رقم 6 نرجع عند رقم 5 تاني. انت جبت الرقم ازاي؟ 1 2 اسف 1 2 3 4 5 6 ارجع، يبقى اروح لخمسة وبعدين اربعة بعدين ثلاثة بعدين اتنين بعدين واحد. طيب كويس، هنكرر الخطوة دي كم مرة؟ هو بيقول implement، ما قالكش اعرض بالتفصيل وعليها درجتين بس، فبالتالي هو عايزك تعمل انت الخطوات دي بره في اي مكان وتحط له النتيجة النهائية last presentation، التمثيل النهائي بعد ما نخلص الماكس بي فاي هيطلع الشكل عامل ازاي، هيطلع بالشكل ده. طيب نكمل بس عشان نشوف الشكل ده طلع ازاي سريعا كده. تقدر انت ترسم بقى ستيبس، يعني تقدر ترسم اللحظه اللي عملت فيها السواب بين البي والاي. انا كاتب له سواب بين البي والاي، لكن احنا هنكمل شويه كمان. هنعمل ايه؟ خلاص بدلنا البي والاي، فبقت الاي هنا، شايف النتيجه النهائيه، والبي هنا. طيب خليك معايا بقى، هننقص واحد من مكان اللي واقفين عنده البي، نروح عند الاس. هل الاس اكبر من التشايلد بتوعها؟ ندرس الحروف بتقول element O P Q R S T، يبقى ال S وراها T معناها ان T اكبر من ال S، يبقى يحصل سواب، يبقى T توصل هنا. ال T طبعا دي محتاجة ورقة وقلم وترسم اكتر من رسمة لحد ما تخلص، لكن خليك معايا كده مؤقتا T وال S تروح مكانها. طيب بقى هنا في حرف T، ننقص واحد كمان، يبقى هنروح هنا عند ال I. ال I J K L M N أو H I J K، يبقى ال K أكبر، يبقى ال K هتتبدل. يبقى خد بالك ما تنساش إن إحنا بدلنا ال T خليناها هنا، وبدلنا ال K مع ال I بقت هنا، يبقى ال S تحت، صح؟ ال S بقت تحت وال T هي اللي فوق. طيب كويس، أوكي نكمل كده. احنا وصلنا عند ال I بدلناها مع ال K، ننقص واحد كمان نروح عند ال D. خد بالك انا رحت عند D ليه؟ لان ده رقم 3، 1 2 3 4 5 6، خلصت 6 رجعت لل 4 رجعت لل 5 رجعت لل 3، عند ال 3 هعمل نفس الكلام اللي هي حرف ال D، اقارنه بالتشايلد المباشرين. خلي بالك احنا عاملين سواب، يعني هنا مش حرف ال B، احنا بعد ما عملنا سواب هنا حرف ال E. يا ترى مين اكبر، الدي ولا الاي ولا الاف؟ فالحروف اي بي سي دي اي اف اي اف، يبقى الاف اكبر حرف، يبقى الحرف يتبدل، اف يتبدل مع الدي، صح؟ يبقى الاف يتبدل مع الدي، فالناتج هيكون هنا ناتج نهائي. خلاص هتعرف ليه كمان شويه، ان الناتج اف، وهنا الدي هيتبدلت الاف مع الدي، وهنا الاي متبدله مع البي، يعني البي كانت في او الاي هي اللي اتبدلت عشان الاي كانت اكبر، واحنا كنا قايلين سواب ادي النتيجه. يبقى السايد النهائي او الشكل النهائي للجزء اللي على اليمين ده كله خلاص. ليه؟ لان دي الحروف الابجديه الاولانيه فقيمها اصغر، فدايما خلاص مش هتقدر تطلع اعلى من كده، لان الناحيه الثانيه فيها الاس والتي دي حروف كبيره، فمش هيحصل سواب لها. المهم ان انا وانا عند الحرف ده خلصت، اروح عند الحرف اللي جنبه. الحرف اللي جنبه حرف ال، تشوف التشايلد بتوعه. خد بالك ان التشايلد بتوعه مش الاس والاي، مش الاس والاي، امال مين؟ احنا مبدلين مع التي والكي، يبقى التي والكي والال، مين الاصغر فيهم؟ الاكبر فيهم التي، يبقى التي هيطلع يبقى المكان ده، والال ينزل يبقى في المكان ده. طيب والال هيتقارن مع الاس، ليه الاس؟ الاس تحت، الاس تحت من المره اللي فاتت، لو انت راسم الخطوه اللي فاتت على ورق هتلاقي ان الاس تحت والال بقت هنا والتي طلعت فوق خالص، فالاس مره تانية تتبدل ترجع مكانها هنا، نتيجه ان هي اكبر من الال، والال تنزل تحت خالص. يعني اختصر لك الموضوع، التي والاس والال الثلاثه دول كده في اللاين ده، اكبر حرف فيهم يبقى هنا،
اللي بعده يبقى هنا الأخير يبقى أصغر واحد. الحروف بتقول L M N O P Q R S T، يبقى L الأول بعدين ال S بعدين ال T، يبقى ده الترتيب اللي المفروض يكون عليه، بس نعكسه بقى يبقى ال T الأكبر وبعدين ال S وبعدين ال L. فعلا طبعا لسه ما خلصناش، المفروض هنا ال T وال S وال L. طيب ادي ال L في مكانها، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هنرجع خطوة كمان عند ال G. لما نقارن ال G، طبعا ال G هتتقارن بالليفت والرايت، فهتلاحظ هنا ان في حرف التي اللي هو طلع من تحت، لسه قايلين دلوقتي ان التي بقت هنا، وهنا في حرف الدي، فاوتوماتيك التي هتتبدل مع الجي، فالتي تطلع فوق ويبقى ده الشكل النهائي، وهنا يبقى في حرف الجي. فنرجع مره تانية نشوف ان الجي اي تعديل نعمله، نشوف طيب السب تري بتاعته الجي بقت كام؟ بقت في المكان ده، واللي تحتها اصغر منها، يبقى يتبدل معاها الاس والجي تنزل هنا. طيب بعد ما الجي نزلت هنا هلاحظ ان تحتها في حرفين ال و او، الاو موجود وهنا حرف ال ال وهنا حرف الجي، يبقى يتبدل مع حرف الاو لان الاو اكبر واحد، فالاو يطلع فوق والجي ينزل تحت، فالاو يطلع فوق والجي ينزل تحت، ده الشكل النهائي. لو عملت القاعده بتاع ماكسي بيفاي هيطلع لك الاجابه كده. انا عملت اول خطوه واخر خطوه، تقدر انت تضيف رسم اضافي، طبعا دي لازم المطلوب بفعل الاجباري منك او المطلوب منك ده الشكل النهائي، ارسمه مره تانية بنفس ترتيب الحروف، ما ينفعش اي شكل تاني لترتيب الحروف، لكن اللي عايز يضيف رسم يحط خطوه وسطيه في النص، يعني لو يحط البدايه ويحط النهايه ويحط بعد بينهم خطوه من الخطوات اللي قلنا عليها، مجرد بس تبديل حرفين، بس يكون التبديل صحيح يعني من اللي احنا قلنا. الفقرة رقم دي خلاص خلصنا A و B و C. الفقرة رقم دي explain briefly algorithm of heap sort. الهيب سورت له خطوات، أنا خدتها كوبي بيست من السلايد بتاعك في شابتر الهيب سورت، علشان أعتقد شابتر 6 أو شابتر 7 مش متذكر، ما فيهاش أي حاجة، مجرد إن إحنا نقلناها علشان أنت هتحتاج تموديفاي بس التكست لو عايز، أو مفيش داعي تعمل موديفيكيشن لأن هي كوبي من السلايد. estimate number of steps in the worst case needed to sort the array using bubble sort. فكرة البابل سورت لها شرح ولها خطوات، لكن هو عايز يعرف عدد الستيبس في الورست كيس. طيب خلاص يبقى نعرف الكومبلكستي، هو عدد العناصر كام؟ نطلع للاري نفسها، عايزين نعمل بابل سورت، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. بابل سورت الورست كيس بتقول ان الكومبلكستي بتساوي ان تربيع، يبقى ان حيث ان عدد العناصر، واحنا العناصر عديناهم لقيناهم 13، يبقى 13 اس 2 يعني 169، ده الاجابه بتاعتها. بابل سورت كومبلكستي ان تربيع، والان هنا في الحاله بتاعتنا هي عدد العناصر اللي هم 13، يبقى العدد الستيبس المطلوبه لتنفيذ البرنامج ده او لتشغيل ان انا انفذ ارتب، ايه المقصود يا شباب بالسؤال؟ اني ارتب العناصر بطريقه البابل سورت، وطريقه البابل سورت ان انا اخد رقم وادور على اللي بعده، لو كان اكبر منه اخد الكبير لحد ما اوصل بيه للاخر، وابدا مره تانية اخد الرقم الثاني وادور على اكبر رقم لحد الاخر، وابدا من البدايه مره تانية واشوف، يعني كاني بقول الجي هقارنها بالال، مين الكبير؟ الال، يبقى اخد الال واسيب الجي، قارنها بالدي احرك الدي، الال عشان الال اكبر والال اكبر من الاي، فالال تتحرك لحد هنا، تيجي عند الاس، الاس هي الاكبر، يبقى الال تبقى في مكانها والاس تكمل، نروح للبي، الاس تتحرك، الاس تتحرك، الاس تتحرك، الاس تتحرك، لان هي كبيره لحد دلوقتي، اكبر في الرتبه او السافكس بتاعها بالترتيب الابجدي اللي احنا عارفينه. الاس اكبر من الكي، الاس اكبر من الاو، الاس مش اكبر من التي لان الحروف بتقول اس تي يو، فيبقى الاس تفضل هنا والتي هي اللي تكمل، التي تروح لمكان الاي وتكمل مكان السي، كل ده بيعمل سواب وتوصل التي للنهايه، يبقى احنا كده عملنا بابل تو ذا لارجست، ودينا الكبير في الاخر. نبدا مره تانية، خلاص التي المسحه الاولى او الراوند الاول او بنسميه الايتريت اوفر ذا ليست او اوفر ذا اري، وصل لنا التي في الاخر. نرجع مره تانية من البدايه ناخد الجي، طبعا في حاجات اتغيرت اماكنها، نكرر لحد ما ناخد الاس، لان الاس هتبقى اكبر حرف في الحروف المتبقيه، وهكذا التكرار بقى كم مره احتاجنا. فالورست كيس لو الارقام دي مش مرتبه تماما هنحتاج 169 مره، ده المقصود بالالجوريزم، تطبيق الالجوريزم، قلنا عدد المرات المتوقع اللي فيها
عشان تعمل سورتنج، استيميت نمبر اوف ستيبس، عدد الخطوات عشان تعمل سورتنج بالبابل سورت. هي فيها تو لوب، 4 داخل 4 فان تربيع، وعدد العناصر 13 يبقى 13 تربيع 169. شوف انا كاتبها بصيغه ما بسيطه، ما فيهاش يعني، عايز تختصرها شوف المناسب، انا شرحت لك المعنى. ما فيش تعديل يعني جوهري الا الصيغه بس، اللغه يعني، لكن لازم الرقم يطلع 13، ولازم 13 اس 2، ولازم 169. تكتب ايه قبل كده انت حر. لكن نيجي للهيب سورت. الهيب سورت بقى ان لوج ان، والان لوج ان يعني ان مضروبه في لوج 13. لوج 13 يا شباب طبعا دي مكرره، انا كاتبها خلاص 169 مش محتاجينها، يعني هو بس الفقرة الأولى محتاجين دي، وهنا n log n ف13 log 13، وبالكالكوليتر هتطلع 14 فاصلة حاجة، فالعدد الخطوات مش هينفع نكتب 14 فاصلة حاجة، فقربناها خليناها 15. جت منين؟ لأن الهيب سورت الكومبلكسي بتاعته قلنا n log n، عشان في iteration وفي جزء خاص بالريكيرجن، فالريكيرجن بيقسم على 2 فبيبقى لوج ان. يعني لازم نكون حافظين اساسا، او دي معلومه عارفينها، ان الهيب سورت الكومبلكس بتاعته ان لوج ان، وبالتالي 13 لوج 13، واحسبها بالكالكوليتر بتاعك شوف هتطلع كام، هيطلع 15 مقرب، يعني تقول بالتقريب 15. ده كان حل السؤال التالت. طبعا السؤال التاني انا كاتبه معلش العكس، يعني هتلاقي في الانسر شيت بتاعنا هتلاقي السؤال التالت بعد السؤال الاول، هتلاقي السؤال التالت مفيش سؤال تاني، ليه؟ هو متجاوب بعدها، فانت بس رتب مكانه. يعني ادي السؤال التاني، والسؤال التاني مش مفهوش اي موديفيكيشن، هو بيسأل عن عايز يعرف الكويك سورت، وقلت لك في السلايد بتاعت المراجعات هتلاقي معظم الاكسرسايز دي مكررة وموجودة قبل كده. فبيقول لنا ايه الكومبلكسي بتاع كل حالة من دول، ترتيب مجموعة من العناصر يوزنج الكويك سورت. فالكويك سورت لها حالات مختلفة، ان لوج ان في حالة البيست كيس والافريج كيس، وان تربيع في حالة الورست كيس، بس كده. يوزنج هيب سورت، لو عملنا هيب سورت اللي احنا شرحناها دلوقتي، فايند ذا لارجست نمبر جيفن ان ذا ليست، فهو بيسألنا عن الكومبلكسيتي وتقول لنا العلاقة أو السبب. يبقى ان لوج ان لسه شارحينها حالا في السؤال اللي فات، so we need to sort the list element first to find the largest، هنرتبهم عشان نوجد ال largest، وهكذا بقية الأمثلة. ما فيش وأعتقدش برضو في تعديل، هو السؤال الأول والخامس اللي محتاجين تعديل ضروري هنوضحهم. يبقى كل فقرة من العشر فقرات إن شاء الله الإجابات بتاعتهم صحيحة، يعني تقدر تراجعهم زي ما أنت عايز. مثلا ريموفينج، في واحدة يعني ناس كتير سألت عنها، ريموف أن أيتم فروم راندوم ستاك داتا ستراكشر، أنت عايز تشيل عنصر بشكل عشوائي من الستاك. فعملية الريموفينج أيتم فروم راندوم ستاك يعني إيه؟ يعني حسب عنصر. فعملية سحب عنصر، هو الستاك ما فيهوش غير بوب، يعني ملوش غير وان اند، ملوش تو سايد، ما فيش، ما اقدرش اعمل عليه ايتريت الا ان انا اسحب العناصر. فهنا ما قاليش اعمل سيرش على العناصر، ده بيقول لي ازاله عنصر، ريموف وان ايتم، يبقى البيج او الكومبلكس بتاعتها بواحد، سينس تو ريموف راندوم اليمنت، اي عنصر الا على الوش باختصار يعني كده، فيبقى الفكره بتاعتها بيج او 1، وهكذا الباقيين كلهم موجود الانسر بتاعتهم. نيجي للسؤال الرابع. السؤال الرابع ان شاء الله هنوضحه في الاكسرسايز اللي بعد كده.